مشهد لنزوح آلاف الناس، آلاف الناس في هذه اللحظات بنزحوا من مدينة رفح للمحافظة الوسطى. يعني زي ما انتم شايفين ان في الطريق ما يقارب ساعة ونص. مشهد هذول الناس نزحوا بدل المرة أربع مرات وخمس مرات، لكن الاحتلال كل مرة بيقول إنه المكان اللي متواجدين فيه آمن، لكن فيش مكان آمن في قطاع غزة بما فيها رفح، الشمال، الجنوب، كل المناطق أماكن غير آمن. رفح للمحافظة الوسطى لدير البلح والنصيرات والمغازي والبريج، هذول كلهم كانوا في مدينة رفح، واليوم مغادرين المدينة متجهين للمحافظة.